بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلنا في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به، وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: ما فات من عمرك لا عوض له، وما حصل لك منه لا قيمة له، أي هو أثمن من أن يقوم. هذا الكلام له صلة متينة بالحكمة السابقة التي شرحناها في الأسبوع الماضي، والتي يقول فيها رحمه الله تعالى: حقوق في الأوقات، أي لله عز وجل، يمكن قضاؤها، وحقوق للأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تقضي حق الله فيه؟ هذه الحكمة شرحناها، وأوضحنا كما تذكرون الفرق بين حق لله عز وجل موجود في زمن ما أمرنا الله عز وجل به في وقت ما، وبين حق منبثق من الزمن نفسه. شرحنا ذلك وأوضحنا الفرق بينهم. في هذه الحكمة الجديدة يزيدنا ابن عطاء الله السكندري تعريفاً بالنوع الثاني من الحقوق، وهي حقوق الأوقات التي لا يمكن قضاؤها، ويضرب لنا مثلا بسيطا لذلك. يعني قد يقول قائل: يعني ما هو أو ما هي الحقوق التي تنبثق من الوقت أو الزمن نفسه بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتدارك هذا الحق إن فاته؟ هل من مثال على ذلك؟ تأتي هذه الحكمة التي نحن بصددها الآن، والتي نسأل الله أن يلهمنا الرشد في تفسيرها، مثالا على ذلك. يقول: ما غاب أو ما فات من عمرك لا عوض له، وما حصل لك منه لا قيمة له. هذا مثال. أنت تملك هذا العمر الذي متعك الله عز وجل به، والعمر هو المدة التي تستطيع أن تمارس فيها من الأنشطة والأعمال والتصرفات ما يطيب لك. هذا الوعاء الذي تملأه بأنشطتك وتصرفاتك وأعمالك وشؤونك، هذا الوعاء ماذا نسميه؟ العمر. فعمرك هو المناخ الذي به تستطيع أن تمارس أعمالك وشؤونك المختلفة، والعمر هو هذا الزمن، يعني
العمر قطعة من الزمن متعك الله سبحانه وتعالى بها، هذه القطعة حدودها ما بين ولادتك ومماتك، هذه هي حدودها. فالباري عز وجل متعك بهذه القطعة من الزمن من أجل أن يكون لك هذا الزمن أو هذه القطعة منه فرصة لأنشطتك، لأعمالك، لدراساتك، لعباداتك، لتصرفاتك أيا كانت ومن أي نوع كانت، حسنة أو سيئة، خيرا كانت أو شرا. هذا معنى العمر، هو الزمن الذي يصل ما بين ولادتك ومماتك. طيب، ما الذي يقوله لنا ابن عطاء الله؟ يقول: ما فات من عمرك لا عوض له، هذا هو حق الوقت. هذا مثال واضح جدا لحق الوقت، الحق الذي لا مجال إطلاقا لقضائه ولا قبل لك بتداركه بشكل من الأشكال. ساعة من الزمن في هذه الليلة قطعتها بلهو بلا شيء، كان بوسعك أن تملأ هذه الساعة بعمل ما، بنشاط ما، بجهد ما من الجهود المفيدة، لكن مرت بك دقائق هذه الساعة وأنت معرض عن انتهاز هذه الفرصة. مرت بك هذه الساعة، بعد أن مرت بك هذه الساعة استيقظت لهذه الغلطة التي وقعت فيها وقلت، قررت في نفسك: سأتداركها إن شاء الله، سأتدارك هذه الساعة فيما بعد، سأقضي ما كنت أريد أن أفعله في تلك الساعة سأقضيها في الساعات الآتية وعمري لا يزال ممتدا. هذا الكلام كلام سطحي، كلام المغفلين، لا يمكن عقلا، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الساعة التي ستستقبلها الآن أيضا لها وظائفها ولها شؤونها ولها أعمالها المتعلقة بها، فإما أن تملأ هذه الساعة التي ستستقبلها بالجديد من واجباتك وتصرفاتك وأعمالك، وبالتالي تبقى حقوق الساعة الفائتة معلق، أو أن تغض النظر عن واجبات هذه الساعة التي تستقبلها وتستدرك ما فات. حسنا، استدركت ما فات، لكن ما الذي حصل؟ حقوق هذه الساعة الآن هي التي أهدرت. تقول: طيب، سأنتقي في الساعات المقبلة في حياتي ساعة لا عمل لي فيها، وسأنتهز هذه الساعة لأتدارك النشاط أو الجهد أو الوظيفة التي فاتتني في ذلك اليوم. هل يتأتى ذلك؟ ما في ساعة من ساعات عمرك التي تمر بك إلا وأنت مدعو في هذه الساعة إلى عمل، وظيفة، نشاط، مهمة أقامك الله سبحانه وتعالى عليها وأمرك بها. أي إن الأعمال والأنشطة والتصرفات التي كلفك الله عز وجل بها أو المصلحة
تقتضيك أن تقوم بها. هذه الأعمال هي بقدر الساعات التي تملكها من حياتك تماما. يعني لن تجد أن الساعات أوسع من الأعمال والوظائف التي ينبغي أن تنهض بها في تساوي بينهما، لا، بل إن الأعمال والجهود والتصرفات التي ينبغي أن تقوم بها أكثر من الساعات التي تملكها. وقديما قال أحدهم: والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم. من أقدس وأهم حقوق الأزمان المعرفة، التعلم، معرفة هذا الكون. ولو أنك قارنت بين العمر الذي تملكه أو الذي متعك الله به وبين المعارف والعلوم التي ينبغي أن تقتبسها وأن تنالها، فلسوف تجد أن ركام العلوم والمعارف أكثر بكثير من فرصة العمر التي تملكها. أي أن الزمن دائما الذي يملكه الإنسان في حياته أضيق من الواجبات المنوطة به. والإنسان عندما خلقه الله عز وجل وأقامه فوق هذه الأرض، أقامه لمهمة، أليس كذلك؟ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، كلفكم بعمارة هذا الكوكب الأرضي الذي أقامنا الله عز وجل فيه، كلفنا بإقامته، ببنائه، بناء تام، بناء مادي وبناء حضاري على أساس من العدالة، وأن نكون في هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها مظهرا للخلافة التي شرفنا الله عز وجل بها، نطبق شرعته ونبني، نضع موازين العدالة ونبني المجتمع على أساسها. طيب، هذه المهام التي كلفنا الله بها تحتاج إلى جهود كثيرة، تحتاج إلى تنقيب في الأرض، تحتاج إلى اكتشاف لحقائق المكونات وخلفياتها، تحتاج إلى اكتشاف للدلائل على وجود الله ووحدانيته، تحتاج من ثم إلى جهود سلوكية نقوم بها، تحتاج إلى عبادات وطاعات أمرنا الله عز وجل بها. متى نفعل هذا كله؟ متى؟ في الفرصة التي متعنا الله بها. هذه الفرصة التي متعنا الله بها ما اسمها؟ العمر. العمر يعني الزمن الذي، القطعة، القطعة من الزمن التي متعني الله بها، ما بين الموت، ما بين الولادة والموت، وأنا لا أدري حجم هذه القطعة، هل هي 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، 70 سنة، لا أعلم، الله أعلم. فإذا عرفنا أننا عندما نقارن بين الأنشطة والمهام والأعمال والتصرفات السلوكية والفكرية والعلمية والعملية التي كلفنا بها وبين الفترة الزمنية، يعني العمر الذي نملكه، فلسوف نجد أن الزمن أضيق من حجم هذه المهام التي أقامنا الله عليها. صح؟ عظيم. فإذا أنا أمضيت هذه الليلة بسهر مع زملائي في قصف ولهو لا شيء، طيب، هذه الساعات التي أمضيتها في هذا السمر واللهو وهذا السمر، شو يعني اللهو؟ يعني بدون أي عمل، بدون أي شيء. طيب، أنا ماذا صنعت؟ ضيعت حقوق خاصة في هذا الزمن، في هذه 4 ساعات مثلا. بيقول يعني أنا بكرة مقضيهم،
تملك ما بتقدر. هلا شو حكينا؟ حجم المهام والوظائف والأنشطة العلمية والعملية والسلوكية أكثر من حجم الزمن الذي تملكه. إذن هذه الوظائف التي أهملت في هذه الساعات التي لهوت فيها لا يمكن أن تجد لها وعاء في مستقبل الزمن أبدا. ممكن ممكن، لكن هالوعاء اللي بدك تشوفه يعني الأربع ساعات الآتية بدك تفرغها أيضا من واجبات أخرى. واضح هذا الكلام؟ لا بأس أن نزيد هذا الكلام إيضاحا، هذا شيء مهم، والناس يعني أخطر ما يتورطون فيه هذا اللهو، وهذا الذي يعني يتيهون عنه، عن أهمية رأس مال يملكونه ألا وهو العمر. أنت فيما تقوم به من مهام من وظائف من أعمال كفرد وكمجتمع، رأس مالك ما هو؟ رأس مال الإنسان الذي يعيش في حياته أولا ليتعلم، ثم ليتخصص، ثم ليتوظف، ثم ليشترك مع إخوانه في بناء، في عمل، في مهام، في تجارة، في صناعة، في زراعة، في عبادات، في تقرب إلى الله. طيب الأعمال رأس مالك لأدائها ما هو؟ العمر، الساعات التي تعيشها، هذا هو رأس مالك. رأس مالك هذا إن أهدرت منه شيئا لا تستطيع أن تعوض عنه أبدا تماما. رجل رأس ماله ألف مثلا، أيا كانت الوحدة النقدية، طرح من هذا الألف 100 صاروا 900، طبعا أرباحه راح تكون 4 900، ما عاد 4000. بيقول لا أنا راح أشتغل بكرة وبضاعف من شغلي، ضاعف من شغلي، ومن ثم فسأعوض عن 100 التي فاتتني. بدل ما أشتغل 5 ساعات 6 ساعات بيشتغل 8 ساعات 9 ساعات. نعم هذا الكلام منطقي؟ لا، هذا كلام واحد مغفل، كلام واحد أحمق. كانت الكتلة المالية 1000، أرباحها كانت أرباح 1000، الآن كتلة المالية دي صارت 900. إن مهما اشتغلت الأرباح التي ستحصل عليها هي أرباح كم؟ 900، وليست أرباح 1000. العمر تماما كذلك، هذه هي الحقيقة. نزيد هذا الكلام إيضاحا. ربما قال قائل منا طيب العمر هو نقول قطعة من الزمن متعنا الله عز وجل بها من أجل أن نستعملها في أنشطتنا، أعمالنا، وظائفنا، مهامنا. نعم، ما هو الزمن؟ كثيرون هم الذين يتصورون أن الزمن له وجود حقيقي، له وجود حقيقي. لا، الزمن فرصة متعك الله بها لتنهض خلالها بالوظائف التي كلفت بها. فرصة؟ ما هي هذه الفرصة؟ الفرصة لا وجود لها تماما. كما نقول هذه الأرض طولها مثلا دنم كيلومتر مثلا، طيب مقياس هذه الأرض طولا كيلومتر، الكيلومتر موجود؟ لا، موجود بوجود الأرض. طالما كانت الأرض موجودة تقيسها من هون لهنيك إيه كيلومتر، تجسد الكيلومتر بماذا؟ بالأرض. لكن إذا عدمت الأرض وين الكيلومتر؟ في ما في. هذا معنى قولنا الزمن مقياس
لعملك، مقياس لحركتك، مقياس لأعمالك وشؤونك. فإذا لم يوجد العمل لم يوجد الزمن، إذا لم توجد الأنشطة التي ينبغي أن تنهض بها، الأنشطة المفيدة أيا كانت في الواقع، هل يمكن أن تضع يدك على زمن؟ لا، ما عاد في شيء اسمه زمن. وهكذا نقول لديك فرصة لبناء هذه الدار سنة. طيب، فإذا نام هذا الإنسان ولم يبني هذه الدار، بناء الدار ما وجدت، إذن ما في فرصة كمان، ما بتقدر تحط إيدك على فرصة تقول هذه الفرصة كنت أتحرك ضمنها. لا، نعم. لذلك العلماء قديما وحديثا فسروا الزمن بما يلي. ما هو الزمن؟ قالوا الزمن هو البعد الذي يرصد الحركة، البعد الذي يرصد الحركة. معلش نكون دقيقين، معلش ولو أنه هذا الكلام فيه شوية دقة لكن لازم نفهمه. كل شيء له ثلاثة أبعاد: طول، عرض، عمق. طول، عرض، عمق، هاي ثلاث أبعاد. هذه الأبعاد أبعاد قارة، يعني واقفة. هل هالطاولة هي هذا طولها وهذا عرضها وهذا عمقها وهي واقفة. فإذا تحركت لها عجلات وتحركت، هذه الحركة ما مقياسها؟ الزمن. حركة الشيء يرصدها الزمن. لذلك قالوا الزمن هو البعد الرابع للشيء، بس هو بعد متحرك ليس بعدا ساكنا. نعم، هو البعد الذي يرصد حركة الشيء. الحركة أنواع: جهودي أنا، أعمالي، تأليفي، كتاباتي، مجيئي إلى ها هنا، بنائي، دراستي، تدريسي، عبادتي، هذه كلها حركات. ما الذي يرصدها؟ الزمن. طيب إذا لم يوجد هذا البعد، يعني هذا العمل، هذه الحركة، وين الزمن؟ ما في شيء، ما في زمن. معنى ذلك أنك إن لم تؤدي أنشطتك ووظائفك التي تتجلى آثارها لأمتك، نعم، والتي تتجلى آثارها رضا من الله عز وجل عنك، لم تفعل شيئا ونظرت إلى الماضي، وين الزمن؟ ما في زمن. ليش؟ لأن الزمن مقياس لنشاطك ونشاطك غير موجود. إذن أنت شو سويت في الزمن؟ أهدرته، روحت الزمن. رب رجل عمره الزمن، يعني الرقمي 100 عام، عمره الرقمي 100 عام، لكن عمره الزمني الفلسفي العلمي الحقيقي 30 سنة بس. ما معنى ذلك؟ 30 سنة هي البعد الذي رصدت حركته، نشاطه، أعماله، شؤونه، تصرفاته، اشتغل فيهن. لكن 70 سنة التانيات نعم لها، سهى إلى آخر ما هنالك. هذه الفترة تكون ميتة من عمره، ومن ثم فهو أهدرها. عمره الزمني 30، وإن كان عمره في الرقم الرياضي 100. هذا ما يلفت ابن عطاء الله نظرنا إليه لأمر مهم جدا. يقول لنا: يا ابن آدم، إنما أقامك الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض ومتعك بهذه الحياة وأعطاك هذه الفرصة. نحن عرفنا أن الفرصة ما لها وجود هيك ذاتي تحط إيدك عليها مثل هالطاولة، هي الفرصة. لا، الفرصة عبارة عن مقياس للنشاط، مقياس للعمل. أعطاك الباري عز وجل
هذا المجال من أجل أن تنهض بالمهام التي كلفك الله بها. أنت مكلف منذ نعومة أظفارك بما أقامك الله في أرضي. منذ نعومة أظفاري أنا ماني مكلف للسلام. نعم لست مكلفا من قبل الله، لكن أبويك مكلفان بأن ينتهز كل ساعة من حياتك لتربيتك، لإنضاج وجودك الجسمي والفكري والعلمي، ليهيئك للوظيفة التي ينبغي أن تقوم بها. فوظيفة الطفل إمتى بتبدأ؟ وظيفته السلوكية من يوم ولادته، بس مو هو اللي بقى بيدير باله على حاله مشان هو أهله. ريثما يكبر ويشتد عوده ويصبح بالغا، أهله ينتهزون السنة الأولى من حياته لنوع من التربية والرعاية، ينتهزون السنة الثانية من حياته لنوع من التربية والرعاية، الثالثة الرابعة الخامسة وهكذا. إذا ما في لحظة تمر في حياة الإنسان هدرا هدرا. فإذا وصل إلى الخامسة عشرة إلى سن تكليف خلاص هو بقى صار المسؤول عن نفسه، عندئذ ينظر إلى فكره وقد بدأ نضج فيه، ينظر إلى طاقاته وقدراته الجسدية وقد بدأ مؤهلا ومهيئا للأنشطة التي ينبغي أن يمارسها. نعم يسير يكون نفسه علميا ثقافيا، يتعرف على حقيقة الكون، يتعرف على الله، يتعرف على نفسه. هذا كله بده زمن ولا لا؟ بده، يعني بده فرصة. فهو يتحرك في أداء هذه المهام، وحركته إنما يرصدها ما نسميه الزمن. يعني الحركة هي تتم ضمن مناخ اسمه الزمن إلى أن يتعلم كل شيء. فإذا تعلم ينتقل إلى مرحلة أخرى، ينفذ ما قد تعلمه، أي شيء من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة، وينهض بالمهام التي كلفه الله عز وجل بها. هذه المهام عبارة عن وظائف معينة أشبه ما يكون بكمية كبيرة من الشتل من البذور، كلفت ببذرها واستنباتها. طيب وين بدي استنبتها؟ بتربة. هذا هو الزمن، بتربة. فكل شبر من هذه التربة لها بذورها التي ينبغي أن تستنبت فيها. تماما العمر بهذا الشكل، والبذور والشتل وهذه الأشياء هي الواجبات الوظائف التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها وأقدرنا عليها. فيا ابن آدم اعلم أنك عندما تضيع هذه الفرصة التي أقامك الله عز وجل عليها كرأس مال، وتفصل بين هذه الفرصة اللي هو مدة اعتبارية وبين المهام التي أقامك الله عليها، فأنت تبدد رأس مالك، وأنت بذلك تكرس سبب الشقاء أو أسباب الشقاء في حياتك. نعم هذا الأمر حقيقة، لكن وإن كان أكثر الناس زاهلين عنها. قد يقول قائل طيب هذا الكلام الذي تقوله يقتضي إذن أن لا يركن الإنسان إلى ساعة راحة، يقتضي أن لا يصرف وقتا من أوقاته لنزهة، لأن مقتضى هذا الكلام خلاص الزمن أضيق بكثير من المهام التي كلف الإنسان بها. إذن لازم كل دقيقة تمر من حياته يصب فيها عمل من الأعمال، يملأها بعمل من الأعمال، وبالتالي ما في فرصة لا لراحة لا لهيك سهرة مع الأصدقاء لا لنزهة ولا لشيء من هذه الأشياء. طيب فهل هذا التصور سليم؟ ما الجواب؟
نقول في الجواب: كل راحة على مختلف أنواعها، أنواع الراحة ويعني اللهو البريء كثيرة جدا، كل أنواع الراحة التي يتطلبها الجسم ويحتاج إليها الجسم، انصراف الإنسان إليها انصراف إلى جزء من وظيفته، هو جزء من وظيفته كمان، لكن بس بشرط يكون الجسم بحاجة إلى هذا القدر من الراحة. فأنت تمارس عملك من الصباح إلى وقت الغداء، في هذه الفترة تشعر بالتعب وبالسغب وبالجوع. مقتضى وظيفاتك وظائفك التي أقامك الله عز وجل عليها أن تركن إلى الراحة ساعتين ثلاثة، تأكل، ترقد، تستريح، تلهو مع أهلك وأولادك، نعم، لكن ضمن نظام بقدر الحاجة. هذا القدر من الراحة، من اللهو، من الانصراف إلى اللاشيء، نعم، هل هذا تضييع للوقت؟ لا، هو جزء أيضا من الوظيفة، جزء من الوظيفة. البناء الذي نقيمه لابد فيه من نوافذ، النوافذ التي تكون على الجدران هي ليست يعني عبارة عن ثغرات، هي جزء من نظام البناء تماما. ساعات الراحة مثل النوافذ التي في البناء، لكن بشرط تكون هذه الساعات مبرمجة وأن تكون بالقدر الذي يحتاج إليه الجسم، حتى إذا استعاد الجسم نشاطه واستعاد الفكر أيضا قدرته الفكرية، عام قام وعاد إلى عمله ووظائفه، نعم، هذا شيء مستثنى. لكن عما يتكلم ابن عطاء الله؟ يتكلم عن ذلك اللهو الذي يكرسه الإنسان في حياته دون ما حاجة، دون ما حاجة، أن يجعل من اللهو وتضيع الوقت في حياته أساسا. وهذا العمل طبعا جريمة كبرى، وهذا نوع من أنواع الانتحار البطيء. هذا هو شأن الإنسان الذي يتعب فكره في منهاج لهوه، يعني ما بس يلهو، نعم، دائما كل يوم يتصل بأصدقائه، نعم، ويسائلهم عن المكان الذي سيسهرون فيه الليلة، المطعم الذي سيمضون فيه ليلتهم هذه من العشاء إلى آخر السهرة، أو الفندق أو المكان أو الملهى أو البيت، نعم نعم، وكأنهم يعني يكتشفون أمرا مهما جدا جدا، فيختلفون ثم يختلفون ثم إنهم يتفقون على منهاج، على رحلة، على ذهاب إلى آخر ما هنالك، ويسعدون أيما سعادة بهذه الساعات الطويلة التي يمضونها من حياته، ثم يعودوا في آخر الليل ليرقدوا. ومن سهر الليل إلى آخره لابد أن يمضي نصف النهار يمكن أو أكثر أيضا في لهو، لكن هو نوع آخر من اللهو، أنه الرقاد، الرقاد الثقيل، شايفين كيف؟ هذا الإنسان أجرم في حق نفسه أيما إجرام، وأجرم في حق أيضا أمته أيما إجرام، وأجرم قبل ذلك وبعد ذلك في حق مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. يا هذا ربنا سبحانه وتعالى أقامك على وظيفة، أقامك على وظيفة، وجعل من هذه الأرض التي أنت فيها أشبه ما يكون بقاعة امتحان. هذا الكوكب الأرضي الذي أقامنا الله عز وجل عليه مدة معينة من الزمن تماما أشبه ما
تكون هذه الأرض بقاعة الامتحان للطالب الذي دخل ليؤدي امتحانا ما. هذا الطالب يملك من المدة التي يستطيع أن يقدم فيها معلوماته لينجح ساعتين أو ربما 3 ساعات. رأس مال هذا 3 ساعات. هذا الكوكب الأرضي هو هذه القاعة، قاعة الامتحان، و3 ساعات التي يملكها هذا الطالب هو هذا العمر الذي يملكه الإنسان فوق هذه الأرض. هي بالنسبة لهذا الطالب 3 ساعات، لكن بالنسبة لي ولك يمكن 60 سنة، 50 سنة، 40 سنة، 70 سنة، نحو هكذا. أرأيت إلى الطالب وقد دخل قاعة الامتحان وأعطي ورقة الأسئلة وعرف المهام التي ينبغي أن ينوض فيها، عرف المهمة التي ينبغي أن يصبها في هذه 3 ساعات، شو الرأي إذا قاعد يفكر مع زميله شو كيف بدنا نمضي هالساعة هاي هيك نسرح ونمرح فيها وننبسط؟ نعم، شو بدنا نعمل فيها؟ واضح كده مجنونة. نعم، أدخل قاعة الامتحان لكي يستفيد من ساعاته هذه في المهمة التي أقيم فيها، نسي هذه المهمة وأصبح يشعر بعبء الساعات 3. كيف يمضي هذه 3 ساعات لاهيا ساهيا إلى آخر ما هنالك؟ هل من فرق بين هذا المثل الصغير وبين هذا الواقع الكبير الذي نعيش فيه؟ لو تأملتم أبدا ما في فرق إطلاقا بشكل من الإشكال. ممكن طالب هذا يقعد يكتب له نص ساعة يتعب، يقعد هيك يستريح شوية، يشرب له فنجان قهوة، مو مشكلة، مشان حتى يجدد نشاطه الفكري، بعدين يرجع تاني حتما يكتب. هذه مهمة معقولة جدا جدا، وهذا ما نبينه فيما يتعلق بنوافذ الراحة ونوافذ اللهو البريء في حياة الإنسان، لا إشكال في ذلك. لكن مصيبة الإنسان تتمثل في طائفة من الناس شأنهم كشأن طالب دخل قاعة الامتحان وأعطي ورقة الأسئلة وعرف المهام التي ينبغي أن يملأ بها هذه الساعات، وطوى ورقة الأسئلة وأخذ يلهو ويسهو ويعبث، وربما شاكله طالب آخر مثله أخذ يتلهيان ويعبثان إلى آخر ما هنالك. هذه هي مصيبة كثير من الناس. مطلوب مني ومنك يا أخي، إذا عاد أحدنا في يوم من الأيام إلى مرآته ينظر إلى تجاعيد الزمن التي اختطت حول عينيه، وينظر إلى الشيب الذي سرى في فوديه وفي رأسه، ليجهد أن يجعل من هذا كله آيات تعبر عن جهوده وأنشطته وأعماله وسلوكاته التي قام بها من أجل خير الإنسانية ومن أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولن ينهض الإنسان بعمل فيه خير للإنسانية إلا وهو من الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حاول غدا إذا جاء المشيب وقفت تنظر إلى يعني الشباب كيف غاض من كيانك، وكيف مظاهر الشيب، وكيف تجاعيد الوجه كلها تنتشرت في كيانك، أن تقرأ في ذلك كله ترجمة أعمالك، سلوكاتك، أنشطتك التي كنت تقوم بها. وإذا رحلت غدا إلى الله عز وجل تحمل من ذلك نعم دليلا على جهودك هذه. وإياك أن تكون الرجل الآخر الذي إذا عاد إلى مرآته وقد وخط الشيب
والتجاعيد كلها تتظاهرت في كيانه، إياك أن تكون ممن تذكره هذا كله بليالي التي أمضاها لاهيا ساهيا عابسا. نعم، جاءه الشيب، شيب يسجل له ذكريات تلك الليالي. ديننا أيها الإخوة دين إنساني، ودين يحمل الإنسان على أن لا يندم، ويحمل الإنسان على أن يكون سعيدا بعمره الذي متعه الله سبحانه وتعالى به. خمسة أشياء يسأله الله عز وجل، يسأل الله الإنسان عنها، عن عمره واحد منها فيما أبلاه. نعم، عمر، رأس مال أعطيتك يا ابن آدم، بماذا ضيعته وماذا صنعت به؟ والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بثقتنا برحمتك وبحسن ظننا بك، ونسألك اللهم بغناك عنا، ونسألك اللهم بأنك الرحمن الرحيم، نسألك اللهم أن لا تردنا عن بابك في هذه الساعة خائبين، وأن لا ترد أكفنا عن باب رحمتك صفرا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد وقفنا على بابك وترامينا على أعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، وأنت ربنا لا تضيع ودائع عنده، فنسألك اللهم أن يا من لا تضيع عنده الودائع أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا. مولانا يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرانا ولا نراه، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أعط كل منا سؤله الساعة فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. فرج عنا جميعا من الهم والغم ما أنت به أعلم. اللهم أبدل عسرنا يسرا، اللهم أبدل عسرنا يسرا، اللهم أبدل عسرنا يسرا. اللهم اجمع كلمة عبادك المسلمين على ما يرضيك، اللهم وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء فدعوناك، ووعدتنا الاستجابة فاستجب يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.